ايه ده اللي بيحصل في الموبايل ده؟ تم اختراق كل حسابات المواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بيا، حساب الفيسبوك تم تغيير الباسورد الخاصة بيه، وتم تغيير الايميل، والايميل بتاعي اتسرق، وقناة اليوتيوب بتاعتي اتسرقت. ايه ده كمان؟ حتى حساب الواتساب مش راضي يفتح، حتى حساب الانستجرام اتسرق. اكيد تم اختراق عن بعد، اكيد تم اختراق. السلام عليكم اعزائي المشاهدين، معكم اسامه عادل في قناه اميزنج ولد. في حلقه النهارده هنتكلم عن طرق الاختراق بشكل عام، منها طرق بدون تثبيت شيء على مثلا هاتف الضحيه، او اختراق حتى جهاز بدون تثبيت شيء. هنبدا اول حاجه بتعريف الاختراق. الاختراق اول حاجه ينقسم الى جزئين، جزء اختراق مستهدف. مستهدف معناه انا بستهدف شخص معين او جماعه معينه، واختراق غير مستهدف. اختراق غير مستهدف او اختراق عشوائي معناه ان انا ما بستهدفش شخص او ما بستهدفش حد معين، لا انا بخترق في عموم الناس. نروح لاول جزء ولا جزئيه الاختراق المستهدف. الاختراق المستهدف برضه ينقسم لجزئين، اختراق مستهدف عن طريق ان انا بثبت حاجه عند الشخص، واختراق مستهدف عن طريق ان انا ما بثبتش حاجه. طيب لو انا هنروح للجزئيه الاولى اللي اختراق مستهدف عن طريق ان انا اثبت حاجه، الحاجه اللي هثبتها دي غالبا هتكون حاجه من الاثنين، لما تطبيق او برنامج ان انا اتجسس بيه على الشخص او كده، او تروجن. تروجن ايه الفرق بين التطبيق والبرنامج والتروجن؟ التروجن ده برنامج برضه يعني يعتبر برنامج خبيث، بيتثبت عندك على الجهاز ويختفي، ما بيظهرش تاني، يعني ما بيظهرش، نقدر نقول ما بيظهرش بشكل سطحي كايقونه او كده، او ما بيظهرش غير في مدير الملفات او مدير البرامج حسب نظام التشغيل. اما البرنامج فهو بيظهر عادي، يعني برنامج عادي بيظهر عندك على الجهاز، ومعروف ان البرنامج ده مثلا بيراقب تليفونك، وبتبقى معظمها مثلا زي برامج مراقبه الاطفال اللي احنا بنثبتها على هواتف اطفالنا او اجهزه اطفالنا عشان نراقبهم ونراعيهم، بحيث مثلا ما يدخلوش على المواقع خبيثه، محدش يبتزهم باي شكل من الاشكال وهكذا. نيجي بقى لجزئيه التروجن. التروجن طبعا بيبقى مخفي في مدير التطبيق، يعني بيبقى مخفي داخل الجهاز، ما بيبقاش ظاهر عندك في الجهاز بشكل يعني ايقونه كده ظاهره، وبيبقى ممكن بس ممكن تتعرف عليه لما توصل تدخل انت لمدير التطبيقات، ممكن تلاقيه باسم سيستم، ممكن تلاقيه باسم احد التطبيقات اصلا انت مثبتها عندك، ممكن تلاقيه باسم تطبيق انت مش مثبته عندك. طيب انا ازاي ممكن اثبت التروجن؟ التروجن انا ممكن اثبت بيه ان انا مثلا اودي الجهاز بتاعي لشركه صيانه، بعمل له صيانه مثلا، شركه الصيانه دي تكون غير امينه فتثبت عندي تروجن عشان تراقبني، ممكن تاخد الداتا دي بعدين وتبتزني. دي طريقه من الطرق. ممكن ان انا مثلا اسيب تليفون بعيد عني وحد يجي ياخد التليفون، او عمليه تثبيت التروجن ما بتاخدش اكتر من 10 ثواني او اقل كمان، فانت كده ممكن يخترقك، فانت المفروض ما تسيبش التليفون، هو انت كده بيبقى سهل اختراقك، فانت المفروض ما تسيبش التليفون بعيد عنك. دي الطريقه الاولى اللي هي اختراق مستهدف عن طريق ان انت حد يثبت لك حاجه، سواء تطبيق او تروجن او ملف خبيث او فيروس او اي ما يكون، المهم ان هو هيثبت لك حاجه. الاختراق الثاني اختراق مستهدف بس من غير ما ثبت حاجه، وده برضه ينقسم لجزئين، جزء الاختراق عن طريق نقدر نقول الهندسه الاجتماعيه، وجزء اختراق عن طريق ان انا ما ثبتش حاجه عندك، ان انا اخترقك باختراقات او نقدر نقول بثغرات الزيرو دي. نيجي الاول حاجه الهندسه الاجتماعيه. الهندسه الاجتماعيه يعني شخص بيخدعني، مثلا بنت بتنتحل مثلا نقدر نقول شخصيه حد، او بنت مثلا بتقنع ولد مثلا يحبها مثلا او يرتبط بيها، وتاخد صوره وتاخد بياناته وتبتزه بيها، او ممكن مثلا ولد بينتحل مثلا نقدر نقول بيحاول يضحك على بنت، ومن نوع بيضحك عليها يقدر يعرف بيانات عنها ومثلا بيانات عن مكانها وكده. ومعظم البنات الباسوردات بتاعتهم بتبقى نقدر نقول باسوردات البنات معظمها بتكون مستخلصه من حياتهم، يعني اما تاريخ ميلادها، لما اسمها مكتوب بشكل معين، لما اسم الدلع بتاعها، يعني معظم باسوردات البنات بتتمحور في الحته دي، فهو ممكن من خلال انه يعرف معلومات عن بنت يعني، او يتواصل معها او كده، يقدر يحصل من خلالها على بيانات، البيانات دي يقدر يخترق من خلالها مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بيها، او ممكن مثلا من خلال خدعه بسيطه يخترق الواتساب بتاعها، ودي ممكن نسرد لها حلقه كامله طرق اختراق الواتساب. ممكن بلاش مثال خالص ان انت حد عايز يخترقك عشان موقع التواصل الاجتماعي، ممكن الرسائل اللي بتوصلك اصلا على الايميل، الرسائل السبام اللي بتوصلك على الايميل، ان انت مثلا افتح دي، افتح مثلا ده رساله حد ينتحل مثلا شخصيه، او نقدر نقول ينتحل ان هو موقع بنكي او الايميل ده جاي لك من البنك، تفتحه هتلاقي صفحه مزيفه شبه بالبنك، شبيهه بصفحه البنك، تدخل بيانات حسابك البنكي فيتسرق حسابك البنكي، او صفحه مزيفه فيتسرق بيها موقع التواصل الاجتماعي الخاص بيك، او ممكن تلاقي مثلا حد بعت لك ايميل ان انت ثبت التطبيق ده مثلا هيديك فلوس، او ثبت التطبيق ده فيه ميزه من المميزات. لما تثبت التطبيق يخترق جهازك عن طريق التروجن، يعني احنا كده وصلنا طريق الاختراق عن دون تثبيت بطريقه الاختراق عن طريق التثبيت. والنوع ده ممكن تستخدمه كمستهدف او غير مستهدف، ان مثلا ممكن تحط مجموعه من الايميلات العشوائيه واللي يثبت التطبيق ده يبقى هيتم اختراقه، ده اختراق غير مستهدف، او انت تستهدف ناس بعينهم تبعت لهم الايميل، عارف ان مثلا هم عملاء لبنك معين، فايميل مثلا لو يكون ايميل بنكي
يدخل تنتحل انت مثلا شخصيه ان الايميل ده جاي من البنك، فهو يجي يفتح الايميل جاي من البنك، يفتح الصفحه اللي هو فاكرها صفحه البنك ويدخل الحساب البنك، فيتم سرقته. وممكن حد يتصل عليك عن مستهدفك، فعارف انت مثلا عميل لاحد البنوك، فيتصل عليك وانتحل شخصيه احد خدمه عملاء البنوك. ممكن يتصل عليك من نفس رقم البنك عن طريق احد التطبيقات الفويس اي بي، فممكن يتصل عليك يظهر لك ان الرقم اللي اتصل عليك ده من رقم البنك، وينتحل شخصيه احد ممثلين خدمه العملاء الخاص بالبنك ده. طبعا لازم يكون عارف ان انت عميل لاحد البنوك ويبقى عارف شويه بالبيانات عندك. فطبعا الاختراق المستهدف لازم تبقى عارف شويه بيانات، اما الاختراق العشوائي فانت مش شرط تكون عارف بيانات عن الشخص اللي بتخترقه. فدي احد طرق نقدر نقول الاختراق المستهدف بدون تثبيت شيء عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. نيجي بعدين الاختراق المستهدف بدون تثبيت شيء، اللي هو الاختراق عن طريق ثغرات الزيرو دي. ثغرات الزيرو دي دي عباره عن ايه؟ ثغرات نقدر نقول مش معروفه للعلن، مش معروفه للشركات، بيتم بيعها في الدارك ويب. انت مثلا كشركه كبيره وطبعا تبقى ثمنها غالي، يعني تبقى الثمن بتاعها غالي، سعرها غالي. فانت لما تروح تشتري مثلا، احنا مثلا افتكر ان انت شركه متخصصه في الامن المعلوماتي، اشتريت ثغره من ثغرات الزيرو دي وعايز تخترق بيها حد، هتخترقه كده ببساطه؟ لا، ده انت لازم تطور في الثغره بحيث تخترق الشخص ده. وهنيجي مثال للموضوع ده، جيف بيزوس اغنى رجل في العالم وصاحب شركه امازون، تم اختراقه عن طريق فيديو اتبعت له على حسابه على الواتساب. اتبعت له فيديو، الفيديو ده من غير ما يفتحه من غير اي حاجه، انت بمجرد ما يتبعت لك الفيديو ده تم اختراق تليفونك وسرقه كل الداتا الخاصه بيك. الفيديو ده ايه فكرته؟ الفيديو ده بيستغل ثغره موجوده في موبايلات الايفون، ان الفيديو ده فيه الجوريزم، بمجرد ما يتبعت الفيديو ده وانت تفتحه تلاقيه فيديو عادي، يعني ما فيهوش اي حاجه، زي الحلقه اللي فاتت اللي احنا عرضناها. انا ممكن ابعت لك فيديو مجرد ما انت تدوس عليه او مجرد ما انت تفتحه اعرف المكان اللي انت فيه. فده فيديو بنفس الفكره، انت مجرد بس ده بيستغل ثغره موجوده في الايفون في برنامج الواتساب. بمجرد ما هو نقدر نقول فتح الفيديو او تم ارسال الفيديو ليه، تم اختراق تليفونه وسرقه كل الداتا الخاصه بتليفونه، وده نقدر نقول رجل اعمال واغنى رجل في العالم، تم سرقه الداتا دي عشان يتم ابتزازه بيها. تم سرقه الداتا دي وتم ابتزازه بيها، هو لم يرضخ نقدر نقول الابتزاز، فتم نشر الحاجات اللي نقدر نقول الفضائح الخاصه بيه في العالم. فهي ده نوع من انواع الاختراق. طب انت كده هتقول لي ما كلنا كده ممكن نخترق، كلنا كده بلا استثناء ممكن نخترق، سواء رؤساء دول سواء حكومات سواء افراد. هقول لك فعليا احنا بالزيرو دي كلنا مخترقين، بس هقول لك حاجه، تكلفه اول حاجه ثغرات الزيرو دي ثغرات مؤقته، بمعنى ان لو الشركه اكتشفتها زي حاله جيف بيزوس اغنى رجل في العالم، شركه ابل وابلكيشن واتساب بمجرد ما اكتشفوا الثغره، تحديدا ابلكيشن واتساب لان هو اللي كان المشكله الاكبر فيه، يعني لو كان جيف بيزوس فتح نقدر نقول الثغره دي او فتح الفيديو ده على اي موبايل سواء ايفون او غير ايفون كان هيتم اختراقه. فهي المشكله كانت في ابلكيشن واتساب، ومجرد ما اكتشفوا الثغره دي وعرفوها تم سد الثغره فورا. طيب يعني ده معناه ثغرات الزيرو دي مؤقته. طيب اي المشكله ان اشتري ثغره الزيرو دي اي مكان مبلغها واخترق بها كل الناس؟ هقول لك لا، وتكلفه اختراق الشخص تتعدى $50,000. تكلفه اختراق جيف بيزوس لوحده كده كشخص منفرد كلف الشركه اللي تم اختراقه، كانت شركه اسرائيليه، كلفتهم $50,000 عشان يخترق شخص واحد. فتخيل انت تدفع $50,000 على اختراق شخص واحد. عشان كده نقدر نقول ان الاختراق المستهدف بثغرات الزيرو دي هو بس ما ينفعش اي حد يخترق بيه، لا بيخترق بيه شخص يستاهل ان انت تدفع $50,000 عشان تخترقه. زي مين؟ زي مثلا اقول لكم برضو مثال تاني، زي الحكومة في فرنسا تم اختراقها كاملة، 20 شخص من أشخاص المهمين منهم وزراء ورئيس فرنسا نفسه تم اختراقهم عن طريق ثغرات زيرو دي. دي أشخاص هامة تستاهل إن أنا أدفع في الشخص ده $50,000 عشان يتم اختراقه. رجل أعمال زي جيف بيزوس عشان ابتزه أغنى رجل في العالم، فيستاهل إن أدفع $50,000 عشان يتم اختراقه، وهكذا. نيجي للنوع التاني من أنواع الاختراق، وهو الاختراق الغير مستهدف أو الاختراق العشوائي، وده أمثلته كتيرة جدا. من الأمثلة على الاختراق العشوائي أو نقدر نقول الاختراق الغير مستهدف، إن أنت مثلا ممكن تحمل تطبيق، التطبيق ده ممكن يكون مدموج فيه تروجن أو هو نفسه تطبيق خبيث، فأنت لما تيجي تحمل التطبيق ده يتم اختراقك. أنت إزاي طب هيوصلك التطبيق الخبيث ده؟ طبعا هو اللي عمل التطبيق ما يعرفش إنه هيوصلك أنت تحديدا، لا ده هو بس نشر التطبيق بشكل عام واللي يحمله يتم اختراقه. يعني مثلا التطبيق ده ممكن يوصلك على الإيميل عن طريق نقدر نقول إيميلات السبام، أو ممكن مثلا أنت تحمله، مثلا أنت تحمل مثلا تطبيق من متاجر غير رسمية، أو إن حد يكون بعت لك التطبيق ده ومدموج فيه تروجن،
او المثال الثالث ان التطبيق ده يكون فعليا موجود في المتاجر الرسميه بس قدر يقدر نقول يضحك على الالجوريزم الخاص بالمتجر فما اقنعهوش ان ده تطبيق خبيث. فده من امثله نقدر نقول الاختراق العشوائي، او ان انت تحمل غير ان انت تحمل تطبيق من متجر غير موثوق او من خارج المتجر خالص، او ان انت مثلا تحمل تطبيق عشان سمعت ان النسخه دي او في ميزه زياده مش موجوده في موقع التواصل الاجتماعي مثلا انت بتستخدمه، زي مثلا اللي سمعناه زي واتساب بلس والحاجات اللي زي كده، ان انت تيجي تحمل تطبيق هو اصلا مش من انتاج او مش من تطوير الشركه اللي صنعت التطبيق الاصلي. فده طبعا مثال من امثله الاختراق عن طريق نقدر نقول البرامج الخبيثه اللي انت طبعا بتثبتها بشكل عشوائي. نيجي بعدين للجزئيه الثانيه في الاختراق بشكل عشوائي، ان انت يتم اختراقك عن طريق تطبيقات الطرف الثالث. يعني ايه تطبيقات الطرف الثالث؟ تطبيقات الطرف الثالث ان شخص نقدر نقول طور تطبيق، التطبيق ده لما انت تيجي تدخل عليه يطلب منك صلاحيات، مثلا ان هو يدخل على مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بيك، يطلب منك الاكسس توكن الخاص بحسابك. يعني ايه اكسس توكن؟ اكسس توكن ده نقدر نقول اداه او اي بي اي برمجي، ان تقدر من خلال الاي بي اي ده ان انا اتحكم في جهازك، او اتحكم في موقع حساب التواصل الاجتماعي الخاص بيك من غير ما يكون معايا اليوزر نيم والباسورد. يعني انا اكون معايا حسابك من غير ما يكون معايا اليوزر نيم والباسورد. ودي هنقدر نقول معظمنا لما بيجي ينزل تطبيق يقول لك مثلا التطبيق ده متاح والتطبيق ده يكون غير موثوق. يعني مش بنتكلم على التطبيقات الكبرى، بنتكلم على التطبيقات غير موثوقه الموجوده حتى في المتجر. يعني ممكن يكون التطبيق ده خدع الالجوريزم خاص بالمتجر وقدر يثبت عليه. فانت مثلا ممكن يقول لك التطبيق ده سجل دخول من خلال الفيسبوك، سجل دخول من خلال التيك توك، سجل دخول من خلال الجيميل. فانت تسجل دخول من خلال التيك توك او الجيميل او نقدر نقول اي حاجه عشان ما تعبيش الفورم الخاص بالساين اب او التسجيل. يجي التطبيق ده يكون تطبيق بس ان هو بيدي لك اوبشن او حاجه، بس الاوبشن ده في المقابل ان هو بيخترق حسابك او الاكونت الخاص بيك على موقع التواصل الاجتماعي. ممكن ما يكونش بيخترقك، ممكن يكون بس غرضه انه يحصل على الاكسس توكن الخاص بيك، بحيث ان يخليك مثلا تعمل لايكات لصفحات انت مش عايزها، يخليك تتابع ناس انت مش عايزه وهكذا. فهو الغرض منه كله ان هو يحصل على الاكسس توكن الخاص بيك. دي بتبقى تطبيقات احيانا بتكون موجوده في المتجر، بس المتاجر معظمها سواء جوجل بلاي او اب ستور الخاص بابل، لما بيكتشفوا ان في تطبيق بيطلب صلاحيات زياده او غرض منه كله ان يحصل على الاكسس توكن الخاص بالمستخدمين، او ان هو يخترق مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بيك، او يخترق هاتفك او يتجسس عليك، بيتم مسحه من المتجر. وعشان كده تلاقي الشركات الكبيره زي نقدر نقول ابل وجوجل كل سنه بيمسحوا الاف التطبيقات. طبعا انت دورك ايه لو لقيت ان انت محمل تطبيق وتم مسحه من المتجر؟ تمسحه فورا، لان اكيد الشركه مسحته عشان التطبيق ده بيخترق جهازك. نهايه اعزائي المشاهدين، ما كانش غرض الحلقه دي ان احنا نقدر نقول نتكلم على الاختراق وخلاص عشان حد يستغل الثغرات او الكلام ده في انه يؤذي حد، لا، كان غرضها التوعيه. فاهم حاجه في الدنيا كلها نشر التوعيه، لان لو لم يتم نشر التوعيه في ناس كتير هيتم اختراقهم بالطرق دي. في نهايه الحلقه اتمنى ان انت ولا تدوس على رابط خبيث، ولا تدوس على اي رابط يتم ارسالها ليك، ولا ان انت تدوس على ايميلات غريبه ما تعرفهاش، ولا ان تسيب موبايلك بعيد عنك لان ممكن حد ياخده ويثبت عليه زي ما قلنا تروجن، ولا ان انت تحط باسوردات بسيطه من خلال حد يقدر يعرف عنك شويه معلومات يقدر يفتح مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بيك زي البنات مثلا. وبذكر دايما البنات في المثال ده لان معظم الباسوردات بتاعه البنات بيكون اسمها وبعدها 1 2 3، بيكون تاريخ ميلادها. فاي حد لو عرف الداتا البسيطه دي ممكن ان هو يفتح اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بيها ويخترق حسابها. في النهاية أتمنى الحلقة تكون عجبتكم، وأتمنى أن انتم تدعموها، وأشوفكم الحلقة اللي جاية.